الشخصيات المعقدة، الشخصيات المركبة، الشخصيات اللي بنتكلم فيها في علم النفس في معمل فونت وفرويد وغيره بتصيب الفنان. والتجربة أثبتت إن في فنانين كتير لما عملوا أدوار زي الدور ده جات لهم أمراض نفسية ومشاكل عصبية. السؤال، المسلسل ده أدى بيك الحال إلى طبيب نفسي بعد ما عملتيه؟ انا اوريدي بروح لدكتور نفسي، بس هو عمل لي حاله اكتئاب. اكتئاب عمل لي اكتئاب لحد دلوقتي مقصره فيها شويه، يعني ازاي؟ لسه ما خرجش. بيبان علي على تصرفاتي، يعني عندي في البيت دايما يقولوا لي ارحمينا شويه. طبعا الجهاز العصبي بيواجه حاجه زي كده. ارحمينا، انت بتتعاملي معانا لسه بجمودية على انها كوميدي. لا كوميدي اللي جاي ماشي. يعني ساعات غصب عني غصب روتانا عني. بنتك شافت المسلسل قالت لك ايه؟ مبهورة بيا، بس قعدت تقول لي مامي مش معقولة بقى في شر كده، مش معقولة بقى في بني ادمين بالمنظر ده. قلت لها والله يا حبيبتي انا مش جايباه من عندي، انا جايباه من عند المؤلف. شفت انت بني ادمين بالمنظر ده؟ شفت ستات قوية قوي وبيستخدموا قوتهم وذكائهم ده في حاجات كده، في ان هم مصلحة جاية يعني. في، بس انت ما كنتيش قوية، انت كنت شريرة، كنت اسوأ مالية قلبك والكراهية الاسوأ اللي مالية القلب ده علشان خاطر التربية. احنا قلنا التربية عليها عامل، هي ام كسرتها فده عامل تاني. لا انت بتسالني في ستات فيها من انت قلت لي ستات قويه، بس دي مش قويه، دي لا ستة. مروه سلطان غير مره السيد غراب.